السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هشرح فيه التصميم اللي موجود قدامكم على الشاشة، وده تصميم سوشيال ميديا خاص بالبلاك فرايداي. مستنيكم بعد الانترو. ده عندي مساحة التصميم اللي انا هشتغل فيها، ودي الستوك ايمج او الصور اللي انا استخدمتها في التصميم اللي موجود عندي. هبدأ اول حاجة اسحب الايتمز اللي هو خاص بالشكل ده، هكبره شوية. بعد كده خليني مثلا احط لون افتراضي للخلفية او الباك جراوند اللي عندي، وليكن مثلا هحط اللون ده. بعد كده هاخد الجزء هو او صورة الجزمة اللي هي عندي دي، هحطها بالشكل ده. وهاخد صورة المانيكان دي احطها عندي على الجزء الشمال كده. وصورة المانيكان التانية هحطها على الجزء اليمين. بالنسبة للناس اللي بتسأل عن المواقع اللي أنا بحمل منها الصور، فده هيبقى الفيديو الجاي، هيبقى المواقع اللي أنا بنزل منها الستوك ايمج، وهعرف ازاي ان أنا أسرش وأوصل للصور اللي في دماغي. فاستنوني في الفيديو اللي جاي، هيبقى فيديو مفيد جدا. طيب هاخد التيكتشر اللي عندي ده، هبدأ ان انا احطه في الباك جراوند. ده حاجة خرسانة عشان تدي واقعية مثلا ان اللي ورايا ده جدار. وهغير في المود بتاعها، خليه مالتي بلاي مثلا، واخفف الاوباسيتي 56. هبدأ ان انا اكرره واعمل دبل كيت واخليها مالتي بلاي برضو. وبعد كده هكرره لتحت بالشكل ده. هاخد بعد كده الجزء الخاص بالأرضية عندي او الفلور ده، وهبدأ ان انا برضو احطه بالشكل ده كده، وازوده كده واخليها فوق هنا، واخليها برضو مالتي. ارجعها نورمال، وهفتح الفلتر والكاميرا رو. هبدأ ان انا اقلل الاضاءة بتاعتها شوية. البيزك هقلل الهايلايت والاكسبوجر عندي بالشكل ده. شايفين الفرق؟ طبعا فرق كبير جدا. وهخليها مالتي بلاي، ممكن افتحها شوية. فلتر وكاميرا رو. هبدأ ان انا اعمل طبقة او لير جديدة تحت اللير بتاع الارضية دي، وهجيب الجريدينت وهختار اللون الاسود وهسحب عندي بالشكل ده. بعد كده هعمل سيليكشن على الجزء بتاع الارضية وهمسح الجزء ده. انا محتاج الجزء اللي هو الشادو اللي ورا ده، هخفف الاوباسيتي بتاعه عشان يديني عمق ان دي ارضية مفصولة عن الحيطة اللي موجودة عندي ورا بالشكل ده. خدت صورة المانيكان ده، تمام خلاص. بعد كده عندي في فيكتور
لصورة شادو بالشكل ده، هفتحه على ملف الإليستريتور، وهسحب الجزء بتاع الشادو ده عندي بالشكل ده، هحطه في الجزء بتاع الخاص بالباك جراوند ورا. خلينا نعمل لها بيسترايز. بالشكل ده واخفف الاوباسيتي بتاعها شوية. بعد كده عندي الصورة بتاع البيرسنت او النسبة المئوية دي، اللي هي خاصة بالسيل او ان في عروض مثلا، فانا فصلتها عن الجزء الخاص، فصلت الصورة عن الشادو. يعني انا هاخدها عندي ليارين، اللير بتاع الايتمز نفسه واللير بتاع الشادو عشان اعمله مالتي بلاي. هسحب الاتنين دول احطهم عندي بالشكل ده، هوقفه وليكن على الحتة بتاع العربية، وهعمل اللير دي مالتي بلاي فيبان ان هو ياخد نفس الشادو بتاعه، فيبان ان هو عندي واقف على العربية دي. هصغر بالشكل ده. بعد كده هاخد النضارة عندي احطها على الارضية بالشكل ده، وهاخد الشنطة عندي برضو هحطها وليكن هنا. خليني ابعد دي. طيب انا كده بدأت ان انا حطيت العناصر بتاعتي كلها، فاضل ان انا اظبط موضوع الشادو اللي هو هيبقى عندي. فمثلا هخفي اللير دي وهخفي اللير دي وهخفي اللير دي، وهبدأ بأول حاجة الشادو بتاع العربية. هعمل نيو لير تحت الجزء بتاع العربية، وهختار شيب، وهعمل شكل بالبين تول بالشكل ده، وهعمل له رسترايز وفلتر بلور جيسيم بلور. بعد كده من فلتر بلور برضو اخليه موشن بلور بالشكل ده. ابدأ ان انا اكبره شوية تحت الجزء بتاع العجل عندي، وأقلل الأوباسيتي بتاعه بالشكل ده. بعد كده هعمل إليبس تحت كل عجلة، وهعمل لها رسترايز، وهعمل نفس الخطوات اللي عملتها عندي، فلتر وبلور وجيسيم بلور. بعد كده فلتر وبلور وموشن بلور. وليكن بالشكل ده كده. ممكن برضو اقلل الاوباسيتي. ممكن ازود اللي عندي ده شوية. بعد كده ممكن اعمل كليبنج ماسك، واختار البرش السودا، واغمق الجزء بتاع الكاوتشات اللي هو تحت ده. ومثلا اقلل الاوباست عندي شوية بالشكل ده.
خليني مثلا اظبطه شوية، اصغر ده شوية واصغر. تمام، هبدأ ان انا انزل دي عندي شوية عشان تبقى على الارض مظبوطة، واكبر الجزء بتاع المانيكان ده شوية. هظهر بعد كده الجزمة، هبدأ ان انا برضو اعمل الشادو بتاعها وليكن بالشكل ده، وهفتح فلتر وبلور وجيسيم بلور وفلتر وبلور وموشن بلور. هخفف الأوباستي عندي خالص بالشكل ده، وأعمل مستطيل تاني بالشكل ده وأعمل له برضه فلتر وبلور وجيسيم بلور. وفلتر وبلور وموشن بلور. هعمل إليبس خليها تحت الجزء بتاع الجزمة، وأعمل له ريسترايز وبرضو جيسيان بلور بالشكل ده. وامسح الجزء اللي هو متبقي عندي ورا، بالشكل ده. تمام، هعمل بعد كده الجزء بتاع الشنطة، هعمل كنترول يو واغير في الوان الشنطة، وكيرفيس احاول ان انا اوصل بالشنطة للدرجة بتاعت الالوان عندي بتاع الفستان والجزمة اللي موجودة عندي، اسحبها عندي بالشكل ده، وهعمل لها الشادو
خليني امسح الشاد اللي ورا ده، وهعمل ماسك على الشنطة اغمق. خليني برضو أغمق الجزمة اللي عندي دي بالشكل ده. عندي الجزء بتاع النضارة ده هبدأ إن أنا أعمله برضو الشادو بتاعها بالشكل. ممكن اعمل جي سي بلور، وبعدها موشن بلور، خفف الأوباستي عندي خالص، وهعمل مثلا الشيب اللي هو الشادو بتاع الجزء بتاع الدراع بتاع النضارة ده بالشكل ده. هعمل له فلتر وبلور وجيسن بلور مثلا، وهخفف الأوباستي بتاعه خالص بالشكل ده. ممكن حتى ان انا ارفعه شوية، وهحطه برضو هناك الجزء اللي هناك ده بالشكل ده. خلينا أخفف، ممكن أنا أمسحه من هنا بالشكل ده. هاجي برضو للجزء بتاع المانيكان اللي عندي ده، هبدأ إن أنا أعمل الشادو ده. بس مثلا ممكن اعمله واعمل له مثلا موشن بلور كده، وهعمل كليبنج ماسك على الجزء بتاع الأرضية ده اغمقه عندي بالشكل ده. اخد دوبليكيت للجزء ده اكرره تحت المانيكان التاني اللي هو على الشمال ده. طب انا ممكن اشيل الجزء بتاع الشادو ده، يعني بلاش خلي كده. ممكن مثلا اعمله
هعمله على شكل إليبس، فلتر وبلور وجيسن بلور وفلتر وبلور وموشن بلور انجل زيرو بالشكل ده. وانا مثلا ممكن اعمل الشادو ده اللي هو بس ان هو واقف او ثابت على الجزء بتاع الارض ده، ممكن اعمله هنا برضو. فلتر وبلور وجيسين بلور بالشكل ده. تمام، هاجي فوق كل الليارات دي وهعمل جريدينت اسود كده من على اليمين والعربية دي. ممكن افتح فلتر و او اشيل او اخفف اللي هو الجزء بتاع الذهبي ده من الكالر ميكسر، هسحب اليلو ده على الشمال فتديني النتيجة دي ان خفيت الالوان بتاعته حاجة بسيطة. بعد كده هبدأ ان انا اسحب اللوجو اللي موجود عندي، هو مثلا ملف الستريتور، فانا فارض ان هو يعني حاجة وهمية مش لوجو حقيقي، فانا مثلا اخد الاتنين دول مع بعض هنا وهعمل لهم رسترايز. هبدأ ان انا احدد الاسود ده وافصله في لير تانية، وهخلي الجزء ده مثلا مولتبلاي، وهخلي ده بني بالشكل ده، او ممكن حتى اخليه ابيض، خليه ابيض. تمام، وهكتب مثلا فاشون هو always your store ده. فمثلا always your بعد كده هكتب بلاك خليني اسحب الجزء بتاع اللوجو ده جوه، قصدي اسحبه لفوق بالشكل ده.
اخف اخلي المسافة دي صفر و ايه اخليها مثلا باللون اللي هو الفاتح ده، هعمل لها رسترايز وهحدد الجزء بتاع العجلة ده وهبدأ ان انا امسحه من الحروف فيبان ان هو طالع من جزء ونازل من جزء. هزود الهاردنس عندي بالشكل ده، وهاخد حرف ال A كله هعمله في لير لوحدها وهنزلها تحت الجزء الخاص عندي بتاع العربية بالشكل ده. بعد كده هكتب Friday، اخليها باللون الابيض وهطلعها فوق الليرز دي. بعد كده هعمل شيب عندي تحت اخليه مثلا بنفس اللون دي، واخلي الراوند بتاعه على حاجة، ومثلا هكتب فيه شوب ناو. بالشكل ده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل الدروس اللي جاية أول بأول، وانتظروني في درس جاي ومع السلامة.